واحد في السلمة قبل 6 ولا 7 سنة لقيته، وزول عادي ساي ما معانا نحن ذاته، ونحن ما مع زول ذاته، تابعين للرسول عليه الصلاة والسلام، ما تبقى مع أي زول، والله دي نصيحتنا، أبقى حر بس، شغلة دي جاطت، أبقى حر بس، والله بعد واحد لقيته في السلمة ما مع أي زول، زول عادي ساي يعني علامة الجودة بتاعتنا ما عنده ذاته، زول عادي ساي، بعدين يعني زول مسلم يعني. لقيته في السلمة قال لي يا أخ مشيت الكم 40 في مدرمان، قال لي عندي بنات عمتي، قال لي مشينا قالوا العصرية في حولية، قال مشيت معهم والله، قال لي بنات، قال لي برا بدقدقوا تل تل تل، وجوا خشيت قال القبة لقيت واحد لابس سروال وعراقي وخدت له كورة برموا له في قروش، في زول ما يدار له قروش، قال خشيت لي عراقي ده جوا قلت لها اسمع، شوف الزول ده سأله سؤال عجيب جدا، قال قلت لها اسمع وقف النوبة، قال لي كلام عجيب يعني، قال لي وقف النوبة دي برا، قال ابو عراقي قال لي يا وقفها، قال لي يا اخ بتزعجوا الشيخ ده يا اخ، بتزعجوه يا اخ تدقدقوا جنبه تزعجوه، ابو عراقي قال له وده مات ما بيسمع، بس قال له وقت ما بيسمع النساوين بينادوا ليه الزول ده يا بيسمع توقفوا الشغله اللي بتزعجوه، يا ما بيسمع تاني الجماعه ده ما ينادوا، داير يقول له وهابي لقى شنو؟ لقى الشغله دي ما في، لقى زول عادي يعني مسلمه، بعدين داير يقول له هنا وما في وهابي يا جماعه ده الدين، بعدين طردوا قال لي طردني قال لي الله امرك بر، فذيل زول مات ابن الاوضه يا اخو ساوي له باب وفي الباب ترباس وطبلة، في قبة ما فيها باب، زول الزول لا مطبول ذاته يعني، ده لو حي إلا يفتحوا له الباب أول شيء ما مطبول، لما لقيتك الشغلة دي وينادوا يا أخ من آخر الدنيا ألحقنا وابزعنا، معقولة يا جماعة شغلة ذاته والله في البلد دي غريبة مرة واحد، ونحن نقول إذا علقوا بالله يشاكلونا، مرة واحد مسجد مسكني من دقني دي دقابل بالمنبر انا قلت قطعه ما شايف الامارات والله، وبعدين عندي شغله في الجامعه اليوم اللي بعده بعد بايام بقيت بتخيل قلتها مش اليوم بدون الشغل لا ولا الف لي شال ولا زوج نزات، قلت قطعه هي نملت سال الحمد لله، بعد فكاني هبشتها لقيتها قاعده قلت لها عافيت لك يا اخي خارج، حيرنا ذات عمك اسمه براي عنده كمشه هناك في رفاعه بتاعت فول وكذا، والله اسمه براي يجد كلها لخبة تقول، ولذلك يا جماعة الناس تعتمد على الله تتوكل على الله، المات ياخذ الميت يا جماعة بيدعوا له ولا بيدعوه؟ انت ما ممكن دفنته تقول اللهم اغفر له وارحمه، انت بتدعو له لانه انت عندك فرصة روحك دي في جسد، وهو خلاص مشى لدار ثانية انقطع عمله الا من 3 صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، ما ممكن، ولذلك ما بجوز تنادي ميت ما تعتمد عليه، زول يا اخ بياكل ويشرب ويمشي حاجات ثانيه ويموت ويتزوج ويلد، ده انا بناديه، زول يا اخي انا اركب ركشتي يا جماعه، زول يركب ركشته يمشي المسجد ماشي ليه؟ والله ماشي عيان ادوني بخره ولا محايا، يصل المسجد يقول لهم الشيخ وين؟ يقول له الشيخ حاسي ودوه المستشفى، يعني الشيخ امشي المستشفى، ده بدل يركب ركشته طوال يمشي يلحقوا في المستشفى وذاته يرقد بجنبه وذاك بجنبه انتظروا لما نيجي، هسي ده فاهم شنو؟ وزولك ذاته مشى المستشفى، يعني شغلته دي عبيها في باغات ما مقتنع بها وذاته، مشى المستشفى ودوه حبوب وجاي الشيخ ذاته شايل له كيس صيدلية اليد البيضاء صيدلية الشفاء وشايلة حبوب كبيرة وصغيرة واحدة حمراء في النص وخضراء بغادي وحاجات كثيرة جدا، زول بيدعالج يا اخي انا مش له، زول بياكل ويشرب، يقول لك يا مولاي انتوا بتنكروا الشغلة دي، زول لا اكل الكسرة، اكل كسرة شنو؟ كسرة جابها من وين يا جماعة؟ زول بيدفعوا له بياض 50 جنيه بديك عصيدة حامضة راس مالها 3 جنيه في 47 مشت وين؟ انا داير اعرفه مشت وين؟ كلها رايحة سايا والله ولخبطة ثانية انا
والكلام ده نحن الناس بيابوه خايفين عليهم من عذاب الله. وده أكل 200 نفر، باقي العالم ده الأكل منه، الأكل العالم ده شت منه، وده ذاته الأكل منه، وده يأكل ويأكل الناس، يأكلون العصيدة الحامضة دي هو ما بيأكلها، تلقى أكل في العتود ويأكلهم في العصيدة، والله بأكلك وما بيأكل. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، ده بأكل وبأكله وبأكل من قروش الناس ذاته. قل لا يا ما يخوف الناس، أنا ما لقيت زول بنتسب للصلاح دي للصلاح ده بيوعد الناس بالخير، كله تخويف بس، بنفخكن بكرفسكن بعمل ليكن بتبين فيكن، انت ما تسوي خير؟ يقول لك يجيب عتوتك يا بقلب لك حجر. يوم ده قاعد مع واحد اسمه الشاذلي، والله انا قاعد فيها قاعد معاه في دكان، جاء واحد قال له منو منو جاب لي اسم شيخ كده، قال له يا الشاذلي والله قال لي سهاريجك دي قلب لك بعر، قلت له انت ما بتعرفوا الا المضرة، انت ما تقلب الحجار والبعر سهاريج وجيبنا ركبها في الحمام، انت ليه بس انت وكد بتقلب الحجر ده ما تقلب عتوت والدين عتوت وباقي الحجار اقلب عتان، انت ليه عتان تقلب حجار بس الا مضرة بس، ما لقيت زول يا زول اسمه الهادي سموه كرفاس معانا في الجزيرة، كرفاس عديل ده بيقن ده وابو قرون وابو عتلة وابو جنزير، ما لقينا الشيخ اسمه مهند ولا رامي، كلها اسماء مخيفة وتخويف وبلاوي في البلد دي، والله الذي لا اله غيره، وديك حجبات وديك عروق وديك اشياء. واحد عقيد لقيته هناك في كافوري مربع ثلاثة اسمه محمد يوسف في الشرطة، عقيد الزول انا قاعد في المسجد بتكلم في الحجبات دي، جاني واحد عمك اسمه عمر كبير قال لي الحجبات دي وما الحجبات، قلت له يا عمر الله قال في القرآن يا حاج عمر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كلام واضح ما في حجاب يكشف عنك ولا العقيد ده سمع النقاش يقعد جزاه الله خير يقعد عمر ده بعد كتر الكلام وقال له شنو شنو، قام العقيد ده قال له أنا احنا مشينا عمليات، قال له أنا ومعاي صاحبي زميلي، قال له زميلي لابس حجاب وأنا مشيت ساي توكل على الله، قال لي أول ضربة جات صاحبي ده بقى مارق، قال صاحبي ده ذاته بحجاب انترم مات، وأنا قاعد قال له ما في حجاب هذه حفظ منه، قال لي ما أجل تم، قلت له ما الموضوع ذاته وكيت أجل تم ده ما الموضوع ذاته، أقول حجاب يا أخي جاب يا أخي حاجة يا أخي بشر كبير زي ده يحميه حاجة قدر الطبلة كذي صغيرة كذي يا أخي، وليه الرسول ده ما لبس الصحابة حجبات، ليه حمزة جيه حربة تمرق ويقتل رضي الله عنه باقي الصحابة، وليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد تكسر رباعته ويتشج راسه والدم يسيل منه والقرآن نزل عليه، وليه ما قطعوا حجبات؟ مش دي مفروض نقف معه قرآن يا أخ في السودان يا أخ عملوا علقوه في البيوت واحدين معلقينه في العربات، تلقى المصحف قدام وتحت طوالي مشغلين امبسري المصحف في القزاز وتحت وشغال، ما مشكلة والمشكلة شغلتك دي ذاته مشكلة، شغلك دي ذاته في البلد دي مشكلة، وكلها لخبطة يا جماعة في البلد دي، واحد تلقى بتاع عروق، واحد هناك في مدرمان اسمه أحمد قال لي لقيت له واحد بتاع عروق قال لي خدت العروق والحجبات والحاجات، قال لي خليته غفل شلت لي عود صغير رميته له في نص حاجاته، قال لي بس غفل رميته له العود صغير بس اتلفت ولا انا، قال بعد شويه لما انتبه قلت له اسمع يا مولانا العود ده حق شنو؟ قال عودي انا ذاتي، قال عين لك هذه ده حق نزله، قال لي يا مولانا قال لي انزل انت الموضوع ده خطيته انا ذاتي، والله قال لي ده خطيته انا زاد، وكلها لخبطه سايخ، معقوله ده عود نزله ونزله سواب العود يا جماعه كلها قحه ونزله، الناس تعتمد على الله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله، لا تلبس حجاب لا تلبس تميمه، خلي توكلك على الله عظيم.
وتوكل على الحي الذي لا يموت. ودي يا جماعة رسالتنا للناس، والله جايين وفترانين الله يتقبل، وتعبانين وسهرنا بيكم وتعبناكم وكذا، والله قصدنا، يعلم الله النجاة لنا ولكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ناس تتكلم، والموضوع ده يا جماعة والله بيفرح المسلم ما بزعله، لأنه لو قلنا للناس خلوا شيوخكم أمسكوا في شيوخنا اللي يزعلوا، يقول لك ليه شيوخك مع سودانيين وشيوخنا سودانيين، لكن انت بتقول لهم خلوا شيوخكم وشيوخنا ونتعلق بالله، الكلام ده عيب؟ الله الخلق عيب؟ ما عيب يا اخ، ده ارحم الراحمين يا اخي. يا حديث في البخاري ومسلم، انا عجبني الزمن قرب، حديث في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما امرأة في سبي من السبايا تبحث عن صبي لها إذ وجدته، مرة قال في سبي من السبايا، قال بتفتش لي صبي طفل صغير، قال بعد شوية لقته، قال فألزقته بطنها وألقمته ثديها. بس نختم الحديث إن شاء الله، نختم الحديث بالحديث، قال فألزقته بطنها وألقمته ثديها، أدته ترضع يرضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ المرأة دي بتطرح ولدها في النار، بترميه في النار وهي قادرة على أن لا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مرأة بتيدع ولدها في النار. قال لله، شفت الحديث ده قدر ما تتذكروا، تاني أبواب البشر والخلق دي الكت تتقفل في وشك، بس يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تحسن الظن بالله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بيك، قال لك من رحمة الأم بالولد، تاني في رحمة أعظم من دي؟ ما في يا أخي، الله بيلطف العباد، والناس تتوكل على الله وتعتمد على الله وتوحد الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله، والدنيا دي مليت ذنوب كلها، بس مسي الظن بالله تجيه بيقبلك، إن جاتك كربة طوالي الله سبحانه وتعالى، وتعتمد على الله، بهذا تكون النجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا السيئات، وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سرر متقابلين. ونكرر شكر الجميع على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله.